السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم طلابي الأعزاء. درسنا اليوم التحليل الصوتي والتركيب. ملك الألوان، نقرأ معا درس اليوم ملك الألوان. استيقظت الفرشاة على صوت الألوان العالي وقالت: ما بكم يا أصدقائي؟ رد اللون الأحمر: أيتها الفرشاة، ألست أنا ملك الألوان؟ ألا يبهجكم الورد الأحمر؟ قال الأزرق: بل أنا ملك الألوان، أنا لون البحر والسماء. قال الأصفر: أنا لون الشمس والذهب، أنا ملك الألوان. ضحك اللون الأخضر وقال: هيا أعطوني التاج، فأنا ملك الألوان، أنا لون الأشجار والنباتات. صمتت الفرشاة قليلا، ثم رسمت لوحة جميلة بألوان مختلفة. خجلت الألوان من نفسها، وأدركت أن كل منها يكمل دور الآخر، وأن واحدا منها لا يكفي لرسم لوحة جميلة. والآن طلابي الأعزاء، بعد أن قرأنا درس اليوم، هيا بنا نركب المقاطع الصوتية. نقرأ المقاطع أولا: تس تا مي عو، ثم نجمعها معا في كلمة واحدة. نكتب المقطع الأول: التاء مع السين تس، ثم نصل بها التاء، ثم نصل الميم، ثم العين المضمومة، فتصير كلمة واحدة هي كلمة تستمع. الكلمة الثانية: طا وي لا تن، هذه مقاطع منفصلة، فإذا أردنا جمعها في كلمة واحدة نقول طويلة. نكتب المقاطع ملتصقة ببعضها فتكون كلمة طويلة. الكلمة الثالثة: لن نصيحتي، لن نصيحتي، نجمع المقاطع ملتصقة بجوار بعضها فتعطينا كلمة للنصيحة. نقرأ مقاطع الكلمة الأولى: ال ال و نو، نكتبها ملتصقة ببعضها ال ال و نو. لاحظ معي كيف نكتب
اللام إذا جاء بعدها الألف. الكلمة الثانية نقرأ المقاطع ال فور شا تو، ثم نكتبها مجتمعة الفرشاة. الكلمة الثالثة ال أش جا رو، نجمعها مع بعضها فتصير كلمة الأشجار. ونلاحظ أيضا أن اللام إذا جاء بعدها ألف تكتب بهذه الطريقة. والتدريب الأخير على تركيب المقاطع، نقرأ يغطيها، نجمع الحروف مع بعضها ونلاحظ أن الطاء الأولى ساكنة والطاء الثانية متحركة، فتكون طاء عليها شدة فنقول يغطيها. والآن طلاب الأعزاء، بعد أن انتهينا من مهارة تركيب المقاطع وجعلها في كلمة واحدة، هيا بنا نحلل الكلمات إلى مقاطع. نلاحظ أبنائي أثناء القراءة كيف إذا قرأنا بطريقة صحيحة فإننا نستطيع تقطيع الكلمة بشكل صحيح. لاحظ السكون والمد، هذا أهم شيء في التقطيع الصوت. نقرأ أن حا أو، أن حا أو، قرأناها بهذه الطريقة، الألف مع النون لأن النون ساكنة، ثم الحاء مع الألف لأن الألف حرف مد، ثم الهمزة بمفردها فتكون الكلمة من ثلاثة مقاطع أن حاء أم. الكلمة الثانية نقرأ الأطفال، الأطفال، كيف قرأناها؟ قرأنا أولا ال ثم أط ثم فا ثم لو، الأطفال، تتكون الكلمة من أربعة مقاطع كما قرأناها. لدينا كلمة أخرى نتدرب على تقطيعها، نخلة، نخلة، كيف قرأناها؟ أولا نخ هذا مقطع، ثم لا مقطع ثاني، ثم التاء في نهاية الكلمة مقطع ثالث فتصير نخلة.
لدينا تدريب آخر على تحليل الكلمة إلى مقاطع صوتية. كيف نقرأ؟ الأشجار. لاحظ كيف قرأناها، المقطع أش مقطع ثاني، ثم جا مقطع ثالث، ثم رو. الأشجار. الكلمة الرابعة المثمرة. كيف نقرأها؟ هذا مقطع، مث المقطع الثاني، مي مقطع، را مقطع، وتو مقطع أخير. وهذا تدريب الكتاب شجار. كيف قرأناها؟ شجار. فنكتب الشين بمفردها، ثم الجيم مع الألف لوجود المد، ثم الراء بمفردها. الورد. المقطع، ور مقطع ثاني، ثم دو المقطع الثالث. الأزرق. المقطع، وأز مقطع، ورا مقطع، وقو مقطع. يبهجكم. نظافتي. نظافتي.